حول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار الكاتب السعودي عبد الله العلمي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. طبعا دكتور، اليوم تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة في المبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بإيران حول جهود مملكة البحرين في يعني محاربة الإرهاب والتطرف، كيف تنظر اليوم وتقرأ الصورة الحقيقية لأهمية التعاون بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين في يعني القضاء على الإرهاب وأيضا محاربة التطرف في المنطقة؟ نعم، شكرا على الاستضافة. طبعا هذا دليل واضح على نجاح الدبلوماسية البحرينية وثقة الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الدبلوماسية. السيد براين هوك يعني هو خبير في وزارة الخارجية الأمريكية، والأدلة التي أتى بها والحقائق والتي سردها طبعا تدل على التدخل السافر لإيران في الشؤون الداخلية للبحرين، مملكة البحرين، ولدول أخرى. يعني أنا أذكر رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسمي عندما قال أن البحرين هي إقليم بحريني، فهذه طبعا يعني صفاق، هذه يعني جملة غير سياسية بتاتا، بل تنم وتدل على أن إيران تريد أن تتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين. يعني احنا لو نلاحظ منذ نهاية 2016 كانت انتهت الفترة الأولى بعد توقيع الاتفاقية مع الدول الغربية لإعطاء إيران فسحة من الأمل في تطوير أسلحتها. للأسف الشديد إدارة الرئيس أوباما كان يعني هو الرئيس أوباما بنفسه كان مستعجلا لإنهاء ولايته بتحقيق هذا تحقيق هذه الاتفاقية مع إيران، وللأسف كانت نقمة على الولايات المتحدة الأمريكية ونقمة على الشعب الإيراني أيضا. عندما جاء السيد دونالد ترامب منذ سنتين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا ألغى بنود هذا أو ألغى يعني مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الاتفاقية، ووضع إيران على المحك. الآن يعني إيران مطالبة بالتوقف عن تصنيع الصواريخ وخاصة الصواريخ البالستية. نعم. يعني ذكرت أنا في كتابي الأطماع الإيرانية في الخليج العربي أن السيد أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق لم يتطرق أصلا إلى الصواريخ البالستية التي تهطل على دول المنطقة باستمرار وكأن شيئا لم يكن. نعم، كما شاهدنا في المؤتمر الصحفي الذي عقده براين هوك أن استعرض مجموعة من الأسلحة إيرانية تصدر، وأن إيران ما زالت مستمرة في انتهاكاتها وسياساتها وتدخلاتها في الشؤون في المنطقة ومنها مملكة البحرين. نعم. أثر هذا التدخل وأثر هذا الاستمرار خاصة مع هذه السياسات الخبيثة التي تقوم بها إيران في المنطقة؟ صحيح، يعني ذكرت حضرتك الأسلحة، أنا عندي قائمة هنا بالأسلحة التي ذكرتها أيضا في كتابي. نعم. ويعني صياد C2، طوفان، طوسان، فجر، قيام، آخر شيء كان في الصاروخ البالستي فاتح مبين، اسمه. نعم. فاتح مبين، يعني طبعا هذه كلها خزعبلات. إيران يعني أسلحتها هشة وليس بإمكانها أن تقوم بأي يعني هجوم على أي من الدول، ولكن يجب الحذر. نعم. يجب الحذر. يعني في التقرير، تقريركم الممتاز السيد بومبيو وزير الخارجية الأمريكي حذر من أن إيران على وشك إطلاق صواريخ أخرى قد تحمل 500 كيلوغرام من الأسلحة النووية، تكفي إلى مسافات طويلة جدا، 1200 ميل من. نعم. إيران، هذه قد تصل إلى أوروبا. لذلك موغريني، سيدة موغريني منسقة الاتحاد الأوروبي، طبعا هي تريد أن تكون علاقة أوروبا بإيران جيدة، ليس من أجل أي شيء ولكن من أجل التجارة والاستثمار. بينما السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعني وضع النقاط على الحروف وقال لن نتعامل مع إيران طالما أنها تمتلك أسلحة نووية وتهدد جيرانها. نعم. نعم، الكاتب السعودي عبد الله العلمي، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. شكرا لكم.